السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا ربي كلكم تكونون بخير وبصحة وبسلامة، وياكم إيمان من قناة إيميلي فن الكروشيه. رجعت وياكم بفيديو جديد. فيديو اليوم هي فكرة، أريد أغلف هاي علبة البلاستيك، هاي العلبة مال النجت، تمام؟ شكلها مربع كلش حلو، ما أحتاجها أني، فقلت لازم أغلفها حتى يعني إذا طلعت حلوة راح أخلي بها الخيوط وهاي الشغلات. ففتحت الكاميرا أشتغلها وياكم حتى إذا أنتم عندكم هيك قطعة بلاستيك نشتغلها ويا بعض حتى تطلع حلوة ومرتبة، نخلي بها الخيوط والمستلزمات الكروشيه. أوكي، أول شيء شنو اشتغلت؟ هاي كلها من بالي، يعني لحد الآن ما أعرف شكلها شلون يطلع بالنهاية. همينة أول شي بنات اشتغلت قطعة من الكروشيه، شوفوا هيجي طويلة مستطيلة، بعدها ربطت هاي القطعة، صارت عندي هاي القطعة الدائرية، خلينا نقول كلها من العواميد. شلون أخذت القياس؟ أخذت على قياس هاي العرض، أوكي، يعني بحيث إذا نجي نلبس القطعة تطلع بهاي الشكل. يعني اشتغلت قطعة مستطيلة من غرزة العمود إلى أن أخذت القياس إلى أن تغطي هاي القطعة بالكامل، شوفوا بهاي الطريقة، أوكي تمام زين. وأيضا نحتاج لقماش، قماش أي كان، يعني أنا أخذته من ملابس بنتي صغيرة لأن ما تصير لها، فأخذت هاي القطعة على ود أغلف الداخل، أوكي، التغليف تكون من داخل لبرا، أوكي بهاي الطريقة راح تكون. أخذت القياس، قياس عشوائي يعني ما دققت هواية، لكن اللي قدرت عليه انه اخليها على قياس، شوفوا هيجي من داخل. القطعة الثانية نخليها بهاي الطريقة من هنا تكمل المجموعة، اوكي هيجي راح تكون، لكن هسه خليتها عشوائي، لكن بعدين راح ارتبها وتطلع حلوة ان شاء الله. شوفوا، ومن الداخل هاي قطعة اللون الاخضر نحتاج لكرتونة، شوفوا كرتون أي كان. هاي الكرتونة شلون أخذت القياس مالتها؟ قلبت العلبة وهيجي أخذت القياس مالتها بهاي الطريقة، تمام؟ وراها قصيت هاي الكرتونة على قياس القطعة وشوية أصغر منها، إذا تلاحظون شوفوا شوية أصغر منها همينة. ليش؟ على مود هاي القطعة راح تدخل للداخل، لازم تكون أصغر من القياس المطلوب اللي تكون من الظهر، تمام. واشتغلت هاي القطعة الطويلة، قلت في سبيل بنهاية الشغل أخليها على هاي القطعة إذا احتاجتها، وإذا ما احتاجتها ما راح أخليلها. فخليكم وياي إلى نهاية الفيديو حتى نشوف شكلها النهائي.
كملت بنات من تغليف هاي العلبة البلاستيك، شنو رأيكم بيها؟ أنا لأول مرة أجرب هاي الطريقة، لكن كلش عجبتني النتيجة. إن شاء الله أي علبة بلاستيك عندي لازم نسوي لها إعادة وتدوير حتى تطلع هيك علبة جميلة ومرتبة، نخلي بيها مثلا قطع الشغل اللي إحنا نشتغلها مثل المربعات الجراني. شوفوا بهاي الطريقة نخليها تطلع مرتبة، وعندي هاي المجموعة من الملونات. شوفوا شقد جميلة وحلوة. أو نقدر نخلي بيها السنارات مالتنا، نقدر نخلي بيها الخيوط، لكن أنا كلش حبيت هاي المربعات الجراني بداخلها. شوفوا كلش حلوة ومرتبة. إذا أخليها بزاوية المكان نقدر نخلي بيها شغلات الاكسسوارات، شغلات للحمام مثل الشامبو، صابون، كلينس، اي شيء تقدرون تخلون بها. جدا حلوة ومرتبة. اطلع هاي المربعات الجراني حتى اشوف اخلي بها الخيوط ايضا تطلع حلوة لو لا. شوفوا بنات نجرب نخلي بها الخيوط مالتنا. شوفوا حلوة مرتبة نظيفة. نقدر للصور همينة تطلع حلوة. شوفوا جدا حبيت الشكل النهائي. انتوا كتبوا لي بالكومنت شنو رأيكم، وما عليكم هاي الصوت اللي يطلعها مال البيانو، هاي الدندون تجرب على البيانو. شوفوا كلش حبيتها بأقل تكلفة، اشتغلنا هاي العلبة الجميلة. أنا دايما أحب أشتري منها، لكن بصراحة سعرها جدا غالي. هاي اللي تكون من الخشب، تكون من هاي العلبة الجميلة، لكن أسعارها غالية. أنا اليوم اشتغلت هاي العلبة الجميلة بأقل تكلفة. هاي القماش مثل ما قلت لكم من بيجامة بنتي، قصيتها، وهاي صوف قديم جدا. شوفوا صوف مو قطن، وإنما صوف اشتغلت بيها هاي القطعة الجميلة. أتمنى يعجبكم الفكرة وانتوها تجربوها. شوفوا إذا نخليها على هاي الطريقة جدا فرحانة بيها، لله الحمد. ولهنا وصلت لنهاية الفيديو. إذا أعجبكم الفكرة لا تنسون لايك كومنت، وللبنات اللي ما مشتركين يا ريت تشتركون وتكبرون القناة. أحبكم كل شهواية، ومع السلامة.